بين 28 يناير 2019 و27 يناير 2011 سنوات طوال وتغيرات عاصفة حالت مشهدا عنيفا قاده من ادعى حمل لواء الثورة إلى مشهد تنموي تقوده دولة تعمل على تحقيق تطلعات المصريين. لم يكن 28 يناير حيث لا منطقة إلا القوة المفرطة غير المنظمة. لم يكن يوما عاديا، وإنما كان عنوانا على سنين عجاف قادمة ستعيشها مصر. الجدل يدور كثيرا حول ما تمكنت يناير الثورة الناصعة البيضاء